السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنشتغل أول محاضرة في خواص المواد Properties of Matter. هنتكلم عن الـ Units والـ Dimensions، الوحدات والأبعاد. خلال محاضرة النهاردة إن شاء الله هنتعرف على الوحدات، هنتعرف على الأبعاد، هنتعرف على التطبيقات اللي أقدر أعملها عن طريق الأبعاد. في البداية أنا حابب نتكلم عامة عن الفيزياء. الفيزياء ديت هي علم الطبيعة، الغرض منها ان انا ادرس وافسر الظواهر الطبيعية اللي موجودة حوالينا. الفيزياء عامة بتتقسم لست اقسام، يا اما كلاسيكال ميكانيكس، الكترومغنتيزم اللي هو يعتبر زي الكهرباء المغناطيسية، علم الحرارة او اللي هو ثيرموداينامكس، علم الضوء او الاوبتكس، النسبية وميكانيكا الكم او الكوانتم ميكانيكس. الأربعة اللي في الأول دول بنطلق عليهم اسم كلاسيكال فيزيكس، وده كان الدراسة اللي يعتبر تمت في قبل القرن التسعتاشر، قبل سنة 1900، وبعد كده النظريات الجديدة دي أطلقنا عليها اسم المودرن فيزيكس. ده البيز، بيزك ساينس لأي علم موجود دلوقتي بنقدر ان احنا نفسره بالنظريات دي. في بعض النظريات او الظواهر اللي ما عرفناش نفسرها بالكلاسيكال فيزيكس، فالناس اخترعت المودرن فيزيكس بناء على كده، زي طبعا نظريات اينشتاين. طيب الكوانتم ميكانيكس مثلا على سبيل المثال ده مهم جدا، لان مثلا من التطبيقات الجديده السوبر كمبيوتر المبنيه على الكوانتم ميكانيكس، ان هو قدر يعمل كمبيوترات باضعاف اضعاف سرعه اسرع كمبيوتر من الموجود العادي اللي شغال مثلا بالزيرو وان والحاجات الكلاسيكال مودلز مثلا وكده. فبالتالي البيزك او المعلومه البسيطه اللي انت بتاخدها في الفيزياء ديت تقدر تحط عليها ابلكيشنز مهمه جدا موجوده النهارده وبكره وكمان 10 و20 و50 سنه قدام. الفيزياء زي ما اتفقنا مع بعض هي داخله في كل حاجه، من علم الفلك لتطبيقات عسكريه للفيديو جيمز حتى اللي جوه بيتنا، كل الكلام ده مبنية على النظريات البسيطة اللي حضرتك بتشوفها في الفيزياء. يعني مثلا المايكرويف، مايكرويف انت هتلاقي مثلا وانت بتدرس في الكهربية بتدرس حاجة اسمها الالكتريك فيلد او اللي هو شدة المجال الكهربي، وبتدرس في البيزك ساينس بتاع شغل المايكرويف اللي بتسخن فيه الاكل. علبة العصير مثلا، انت لما بتيجي تشرب العصير هي الفكرة ان انت مش بقك مكنسة مثلا ان انت بتقوم جاي شافط العصير، لا مش ده اللي بيحصل. هي الفكرة ان الشفط اللي انت بتعمله بتقلل الضغط جوه بقك عن اللي موجود في العلبة، فالعصير يتحرك من الضغط العالي للضغط الاقل. البرنتر مبني على الجهد الكهربي او البوتنشال، بندرسه في الكهربية. الطيارة لازم تكون دارس فلويد، لازم تكون دارس خواص مواد، لازم تبقى عارف فرق الضغط على جناح الطيارة ده بيتحسب ازاي، زي معادلة برنولي مثلا اللي هنشوفها مع بعض. فرق الضغط ده لو كان كبير ممكن جناح الطياره اما تطلع ارتفاع معين تتكسر وتقع، فلازم ابقى فاهم البيزك وروح حط ابلكيشن بعد كده بقى حسب الحاجه اللي انت ايه بتدرسها. مثلا الفيديو جيمز، الالعاب اللي هي مثلا على الموبايل او الكمبيوتر او ايا كان، الحاجات ديت الفيزيكس جزء مهم جدا في الجيم ديفلوبمنت. يعني انا ما ينفعش ان انا اروح اعمل جيم او اطور لعبه مشهوره وانا ما عنديش البيزكس بتاعت الفيزيكس مثلا. يعني على سبيل المثال لما بيبقى في ستوري، في كاركترز، في جرافيكس، في الساوند، في الاوبتكس او اللي هو اللايتس مثلا الشادوز، الريفليكشن بتاع الساوند، الريفليكشن بتاع اللايت، الحاجات دي كلها لازم اكون عارف السرعه مثلا بيتحرك الكوردينيتس الاحداثيات بتاعته، السرعه اللي بيتحرك بيها، سباق عربيات طب ده اسرع، طب اللفات، الكلام ده كله الريكويرمنت كمان بتاع ان انا اشغلها لازم تكون بروسيس صغيره بحيث ان تبقى السرعه مثلا كبيره ما يستهلكش باور عالي وهكذا. يعني كل الحاجات دي بيزك ساينس، روح زود عليها بعد كده الابليكيشن حسب الايه التخصص بتاعك. فبالتالي الفيزياء هي الغرض منها ان انت بتحط قوانين بتفسر الظواهر الطبيعية، اللي بيربط القوانين بقى بالتطبيقات العملية دي هي اللغة اللي احنا بنسميها علم الرياضيات او الماثيماتيكس. بناء على كده انت دلوقتي عمال تقول لي في كميات فيزيائيه انا بقيسها، يعني مثلا لو قلت لك القلم ده وصفه لي هتوصف ايه؟ والله هتقول لي الطول بتاعه، هتقول لي الماس بتاعته، الماتيريال المصنوع منها، دي كميات فيزيائيه انت بتقيسها. بناء على كده الناس صنفت الكميات الفيزيائيه دي لحاجه من الاتنين، يا اما فاندامنتال كوانتيتيز كميات اساسيه او درايفد كوانتيتيز كميات مشتقه. طيب
يعني ايه كميات اساسيه؟ الكميات الاساسيه ديت انا لازم لما احب اعبر عنها ما اقدرش اجيبها بدلاله حاجه تانية، هو الفاندمنتال زي اساس البيت، لازم الحاجه دي اللي بحطها الاول وممكن ابني عليها كميات تانية بنطلق عليها اسم الدرايفد كوانتيتي. الدرايفد دي يعني مشتقه او متاخده من الفاندمنتال بدلاله الفاندمنتال، يبقى ده الاساس وفي كميات تانية بدلاله الايه الفاندمنتال. طيب تقصد ايه بالكلام ده؟ تعال نشوف مثال. مثلا جدول زي اللي قدامك ده ومديك شوية حاجات بقول لك ايه الحاجات دي، هل تقدر انت تقيسها فنقدر نسميها physical quantity ولا ما ولا حاجة نسبية بتفرق من واحد للتاني؟ يعني مثلا البيوتيفول الجمال، الجمال ده من واحد للتاني بيفرق. انا ممكن اشوف عربية معدية اقول الله العربية دي جميلة، واحد تاني يقول لي لا يا عم ده مش عارف مثلا ده شكلها وحش، لا دي صغيرة دي مش عارف كذا، فبالتالي كلمة الجمال ده نسبي. انما لما باجي اقول الطول اللينث مثلا، اه القلم ده طوله 2 متر، خلاص انت كده قست الطول بتاعه، ده حاجه متعارف عليها دوليا، ال 2 متر هنا زي ال 2 متر في فرنسا زي 2 متر في امريكا، هي حاجه واحده. الوقت نفس القصه، دي حاجه محسوبه ومعروفه، لما اقول كمان ساعه خلاص الساعه بتاعتي زي الساعه بتاعتك. السعادة لا بتفرق من واحد للتاني، أنا ممكن أقول أنا مبسوط، في واحد مبسوط أكتر مني، مبسوط أقل مني، أقول له يا عم أنت إزاي مش مبسوط يا عم مش كفاية كذا، يبقى كل واحد بيقيس نسبة السعادة دي بتختلف من واحد للتاني. فالمهم يعني اختصارا للموضوع، أنت بالنسبة لك في حاجات بتقدر تقيسها زي اللي عاملينها باللون الأصفر دي، وفي حاجات اللي هي اللي بالأبيض ديت دي حاجات نسبية بتفرق من واحد للتاني. الحاجات اللي بالأصفر دي هنسميها physical quantities، منها بقى الفاندمنتال وفي حاجات تانية إيه derived. طيب زي ايه الفاندامنتالز؟ قلنا مثلا الطول، الماس، التايم، دي اكزامبلز على الفاندامنتال كوانتيتيز. طب درايفد زي ايه؟ سبيد وفورس ودنسيتي. طب دول خلاص الطول ماشي انت قلتيها هسميه فاندامنتال، طب ليه اطلقت على دول اسم درايفد؟ يعني تعال نمسك السبيد مثلا، لما تيجي تقول العربيه ماشيه بسرعه 18 كيلومتر بير اور، 18 كيلومتر في الساعه، ركز كده السرعه لما حبيت تعبر عنها عبرت بايه؟ الكيلومتر، اه ده اللي هو الطول يعني. الساعة، اه ده اللي هو التايم. يبقى انا لما حبيت اعبر عن السرعة عبرت بدلالة الكميات الأساسية، اه يبقى ده الأساس اللي بنيت عليه الوحدة بتاعة السرعة. طب مثلا المساحة، المساحة 3 متر مربع، ما هو المتر المربع ده عبارة عن ايه؟ متر في متر، يبقى برضو لما حبيت اعبر عن المساحة رحت واخد طول في عرض او اللي هو متر في متر، برضو عبرت بالفاندمنتال كوانتيتي. فكلمة درايف دي هتلاقي دايما الوحدة بدلالة الحاجات اللي مكتوبة في الفاندمنتال هنا، زي ما هنشوف أمثلة كتير قدام. طيب عايزين نعرف ايه المينينج بتاع كلمة يونت، الوحدة القياس دي معناها ايه؟ مثال بسيط جدا، لو افترضنا عندك مسطرة او حتة عصاية قد كده وبقول لك طولها قد ايه، انت عشان تميزها عشان تقدر تعبر لي عنها هتقول لي ايه؟ انا هقارنها بريفرنس. الريفرنس مثلا هفترض الحتة دي طولها 1 متر مثلا، اقول والله لما جيت حطيتها جنبها لقيت ان هي اربع وحدات من ال1 متر، فيبقى طول المسطرة دي قد ايه او العصاية دي طولها قد ايه؟ 4 متر. 4 ده رقم بس من غير المتر ملهاش معنى، بمعنى الأربعة دي ممكن أقول لك 4 كيلو جرام، كيلو جرام ده اللي هو الكتلة، لا يبقى ده كده المفروض كتلته 4 كيلو جرام. لو قلت لك 4 متر، أنت عرفت كده أنا بتكلم على طول. في فرق بين أنا أقول لك 4 سنتيمتر مثلا أو أقول لك 4 متر أو 4 كيلومتر. لا ده أنت 4 سنتي دي صغيرة، 4 كيلومتر دي كبيرة. يبقى اليونت ده عمل عملية تمييز للرقم اللي أنت كتبته جنبه، قدرت تميز الرقم ده. كان في حدوتة سنة 99 في وكالة ناسا، ممكن لو دورت على جوجل على الاسم ده تقدر تقرأ القصة بالتفصيل، كان قصة الوحدات دي كانت سبب في كارثة كانت حاصلة ساعتها، ان قمر صناعي تاه عن المسار بتاعه بسبب استخدام وحدات مختلفة. يعني واحد مثلا قال بعد 5 ساعات، واحد قال بعد 5 ايام، واحد قال بعد 5 دقايق، ففرق الوحدات ده فرق معاهم في تحديد المكان بتاع القمر الصناعي. ممكن تقرا القصه ديت عشان تعرف ان قصه الوحدات ديت شيء مهم جدا، ما ينفعش انت تكتب اي رقم بدون ما تديله دلاله، بدون ما تديله تمييز خاص بيه. بما ان الوحدات دي حاجه مهمه فالناس قالت هناخد الفاندامنتال دول نديهم وحدات قياس. ففي نظام كان بريطاني راح قايل لك انا هستخدم الفوت والباوند والسكند، في نظام فرنسي سنتيمتر جرام وسكند، في نظام المترو كيلو جرام والسكند، دي كلها أنظمة كل بلد شغالة بنظام شكل.
الناس قالت طب ما تيجي نوحد النظام بتاعنا، فعملوا حاجة اسمها الـ SI Unit. SI Unit هي جاية من يعني بالإنجلش نقدر نقول مثلا International System أو اللي هو الستاندرد سيستم. ده بالنسبة لي النظام عالمي، منظمة عالمية قالت يا جماعة إحنا هنوحد الوحدات بتاعتنا بحيث إن كلنا نبقى شغالين بنفس اليونت. في بقى مثلا المتداول زي ما احنا مثلا في مصر هنا بنقول السيليزيوس، مثلا درجة الحرارة 40 سيليزيوس، 30، 20، في أمريكا مثلا بيستخدموا فرنهايت، هو المتداول عندهم ده. بس في وحدة ثابتة على مستوى الايه العالم كله، وسميناها الـ SI system. بالنسبة للطول مثلا كان المتر، بالنسبة للماس كيلو جرام، بالنسبة للتايم كان السكند. اللي مكتوب قدامنا دلوقتي دي الكميات الأساسية. أنا عندي في سبع كميات أساسية، سبع كميات فاندامنتال. ده الرمز الرياضي بتاعها في المعادلة الرياضية، يعني الماس لما بحب أكتبه في معادلة بكتبه ام سمول، الطول بكتبه اكس، التايم بكتبه تي، الكرنت اي، تمبريتشر تي كابيتال. خلي بالك إن في التايم تي سمول، التمبريتشر بيكون تي كابيتال. النمبر، الاماونت اوف سبستانس اللي هي النمبر اوف مولز بيبقى ان سمول، اللومينانس انتنستي شده الاستضاءه بنسميها اي. ده الرمز الرياضي بتاعها. بالنسبه لليونتس، دي اليونتس بتاعتها، الكيلو جرام مش الجرام خلي بالك. بالنسبه للطول بالمتر، السكند، التيار امبير، كلفن، مول، كاندلا. دي سبع كميات أساسية بعبر عن بقية الكميات الفيزيائية بدلالة السبعة دول. تركيزنا كله هيكون على أول ثلاثة. اشمعنى؟ اشمعنى يعني الثلاثة دول؟ أصل تقريبا كل الميكانيكس بدلالة الثلاثة دول، وانت بنفسك هتلاحظ الايه القصة دي. طيب بما ان دي حاجة ستاندرد على مستوى العالم، الناس حددوها ازاي؟ حتة دردشة طبعا، يعني مش لازم يعني ان انت تبقى عارف الديتيلز دي، بس يعني انا عايز اوصل لك فكرة ازاي ان هي حاجة ستاندرد، يعني ازاي الناس اتفقوا على الحاجة دي مع بعض. فبيجوا في مكان بمواصفات معينة تحت ظروف معينة، ضغط بقى ودرجة حرارة والكلام ده كله، وبيعمل سيستم معين. ده كده بالنسبة لي الواحد متر، ده بالنسبة لي الواحد كيلو جرام، ده بالنسبة لي الواحد سكند، وهكذا. يعني مثلا قال لك لو أنا جبت ليزر سورس، بعد الليزر ده لو مشي مسافة معينة خلال زمن معين، المسافة دي أقدر أسميها واحد متر. نفس القصة الكيلو جرام، هم جايين مثلا في جابوا سبيكة من البلاتينيوم إريديوم، حطوها اندر فاكيوم في تحت ظروف معينة من درجة حرارة. اندر فاكيوم يعني شفط الهواء اللي جوه، فبالتالي بقى تحت ضغط معين، تحت درجة حرارة معينة، مصنوعة من مادة معينة، وراحوا مسميين الحتة دي 1 كيلو جرام. انا بقى مثلا عندي ميزان عايز اعمل له معايرة، اقدر اقارنه بالواحد كيلو جرام ده. خلاص بقى معروف دلوقتي على مستوى العالم ان الميزان ده كده بيقيس الواحد كيلو جرام، لو حطيت حاجة 2 كيلو جرام هيقدر يطلع لي قيمتها، وهكذا. فبقى ده الستاندرد اللي على مستوى الايه العالم بالنسبة لي. نفس القصة بالنسبة لي التايم، برضو عن طريق اكسبيرمنت معينة بيقدروا يحددوا الوان سكند ده قد ايه. طيب الجدول اللي قدامنا هنا ده هي مجرد ان انا عايز اوصل لك فكرة مهمة جدا، ان انت في هندسة لازم يكون عندك سنس للارقام. يعني لما تيجي تطلع رقم لازم يكون عندك سنس ليه، بلاش فكرة ان انا بطلع نواتج والسلام. يعني هديك مثال ظريف جدا، انت جيت تحسب الزمن طلعته -5، اكيد -5 دي في حاجة غلط، ما هو انا مستحيل يطلع الزمن بالسالب، يبقى انت عندك سنس للارقام. مثال تاني، جيت احسب مثلا ارتفاع مبنى ورحت مطلعه 10 سنتيمتر، لا اكيد غلط، يعني معقول ارتفاع مبنى 10 سنتيمتر؟ يبقى انا اكيد نسيت حاجه في الوحدات، نسيت اعمل تحويل، نسيت اعمل مش عارف كذا. فلازم يكون عندك سنس الارقام. في حاجات بتكون قيمها كبيره جدا، وفي حاجات وسط، وفي حاجات صغيره جدا. نفس القصه للماس، نفس القصه للتايم. فلازم يكون عندك سنس الحاجه اللي انت بتدرسها. يعني مثلا على سبيل المثال في الكهربيه، حضرتك لما بتيجي تدرس التشارج دايما بتلاقي التشارج في رينج المايكرو، في رينج النانو، ارقام صغيره. فانت لما تيجي تطلع التشارج بالكيلو مثلا، لا اكيد في حاجه غلط، يبقى انا محتاج ان انا ارجع اعيد حساباتي تاني عشان اكتشف المشكله فين. فدايما حضرتك كمهندس لازم يكون عندك سنس للارقام اللي انت بتحسبها. طيب بالنسبة للأرقام زي ما شفنا في الجدول اللي فات، هي كانت أرقام كبيرة بتوصل مثلا لرينج ال 10 أس 15، في أرقام 10 أس سالب 15. فبنستخدم حاجة اسمها بريفكس.
البريفكس ده بيبقى يعني تبسيط لطريقة كتابة الرقم بتاعك، بمعنى عندك رقم زي ده 0.000، رقم صغير جدا. طب هل الأسهل إن أقعد أكتب الرقم بالشكل ده؟ قال لك لأ. طب عادة بنكتبه إزاي؟ بشوف دي 2 في 10 أس إيه سالب 12 مثلا متر. أه كده أبسط. لا ده في ابسط من كده كمان. ازاي؟ 10 اس سالب 12 دي لو بصيت عليها في الجدول هلاقي اسمها البيكو، تمام؟ فممكن اسمي دي 2 بيكومتر. طبعا لما اكتبها بالشكل ده ابسط من الشكل ده ابسط من الشكل ده. فالبريفكس ديت دي بقت حاجات متداوله. الناس مثلا بدل ما يجي يقول والله الشارع ده مثلا طوله 5 كيلومتر، ولا اقول 5000 متر، ولا اقول 5 في 10 اس 3 متر، مين الافضل؟ اكيد طبعا لما تقول كيلو متر اكيد ده خلاص الكيلو معروف قد ايه، وتقدر ان انت تعبر عن الرقم بشكل ابسط للاستعمال. طيب التحويلات بقى بين البريفكس ديت هل المفروض ان انا بحفظها؟ في اه طبعا، بس في حاجات يعني مشهوره دي اللي انت لازم تبقى عارفها بتستخدمها حسب طبعا التطبيق بتاعك. يعني مثلا المتر، المتر ده لو حبينا نشوف البريفكس في حاجات اكبر واصغر منه. ازاي؟ في الاكبر منه مثلا كيلو متر، ميجا متر، في الاصغر زي الملي متر، مايكرو متر، نانو متر، وبيكو متر. دي كلها بريفيكسز ركبت على المتر، كويس. طب التحويله ما بينهم بتتم ازاي؟ لما حضرتك بتحب تحول مثلا من الميجا للكيلو او من الكيلو للمتر، من الكبير للصغير حضرتك بتروح تضرب في 1000. يعني الخطوه بين كل ستيب والتانية ب1000، يعني من الميجا للكيلو بضرب في 1000، من الكيلو للمتر اضرب في 1000، من المتر للملي اضرب في 1000، وهكذا بين كل واحدة واللي تحتيها بضرب في 1000. طب من الصغير للكبير اعكس بقى، الكبير بيضرب الصغير بس الصغير مش عارف يضرب الكبير، فبيعمل ايه بقى؟ بيقسم على 1000، يقسم على 1000 او بضرب في 10 سالب 3. يبقى انت كده عملت الايه؟ التحويلة اللي انت بتدور عليها، كويس. طيب على نفس الوزن ممكن تاخد اي كميه فيزيائيه تانية، يعني مثلا السكند، الجرام، النيوتن. الجرام في حاجه اسمها كيلو جرام، ميجا، ملي، مايكرو، النيوتن نفس الموضوع. الكولوم، اي كميه فيزيائيه بيركب عليها نفس البريفكس والتحويل من كل واحده للتانية بتضرب في 1000. طب لو حبيت مثلا احول من ميجا نيوتن للنيوتن اعمل ايه؟ هضرب 1000 في 1000 اللي هي بضرب في 10 اس 6، بتجمع الاسس. طب عايز احول من النانو جرام، من النانو جرام للجرام مثلا، بعمل ايه؟ نانو يبقى 10 سالب 3، 10 سالب 6، 10 سالب 9. اه 10 سالب 3، 10 سالب 6، 10 سالب 9، يبقى اضرب في 10 سالب 9 من النانو متر لمتر، من نانو جرام لجرام بضرب في 10 سالب 9، وهكذا. السكند طبعا ما فيش اكبر منه، يعني ما ينفعش اقول كيلو سكند، مش عمرنا ما سمعناها، بيبقى في حاجه اسمها المينت والاور. انما الاصغر في ميلي سكند، مايكرو، نانو، بيكو، نفس القصه في التحويلات بالظبط برضه. طيب في سبيشال كيسز، يعني زي ما لسه قايلين مفيش حاجه اسمها كيلو سكند، بس في الساعه عباره عن 60 دقيقه والدقيقه 60 ثانيه، فالساعه عباره عن 3600 ثانيه. عندك المتر مثلا، المتر بنستخدم معاه حاجه اسمها سنتي. السنتي ده اللي هو عباره عن ايه؟ 10 ها اس 2، او المتر عباره عن 10 اس 2 سنتيمتر، او اللي هي 100 سنتيمتر يعني، والسنتيمتر عباره عن 10 مللي. فهتلاحظ ان من المتر للملي ممكن تقسمها بالشكل ده، المتر فيه 100 ايه سنتي، والسنتيمتر فيه 10 مللي، او من المتر للملي ممكن اضرب في ايه؟ اضرب في 1000، كويس، وهكذا. يعني هي المهم ده مثلا سبيشال كيسز ممكن ان انت بتستخدمها. في طبعا برضو حاجات تانية زي اللتر مثلا، الميل، الانش، كلها وحدات سبيشال كيس بتبقى خاصة بحاجات معينة، لازم برضو تبقى عندك معرفة بطريقة التحويل ما بينهم. يعني مثلا لو جينا نشوف عملية التحويلات، لازم حسب الحاجة اللي انت بتحسبها يفضل ان انت بتستخدم الوحدة حسب التطبيق. يعني مثلا زي ما قلت لك بتحسب طول شارع، فما ينفعش نقول طول الشارع بالسنتيمتر مثلا، ملاش معنى. طول الشارع ده بنستخدم مع الكيلومتر، بنستخدم مع الميل، على حسب الطول بتاعه وهكذا يعني. طيب التحويلات دي بتتم ازاي؟ ال 30 ميل دي لما احب احولها لازم تبقى عارف ان الميل ده فيه قد ايه؟ 1.6 كيلومتر.
طب الكيلو متر ده فيه قد ايه؟ فيه 1000 متر. يعني لما احب احول ال 30 ميل احولها الكيلو، والكيلو احوله المتر، ابقى كده طلعت اليونت بالوحدات الاساسيه اللي هي المتر اهي. يبقى 30 في 1 و6 كده بقت كيلو متر، ال 1 و6 في 1000 بقت بالمتر، يطلع الناتج المكتوب قدامك ده. كويس. طب في طريقه تانية. الطريقه التانية ديت اللي هو بقى زي ما الكتاب بيقول، يعني اللي هو ان انا ما يعني ممكن اتلخبط في قصه التحويلات، فممكن اعملها بالمحايد الضربي. تقصد ايه؟ 30 ميل ديت ممكن اقول ان هي عباره عن 30 الميل، عايز اختصرها يبقى احط في البسط كيلو متر وفي المقام ايه؟ الميل. يعني مثلا اكتبها بالشكل ده. لما انا ضربت دلوقتي في ده، مش ده كده البسط على المقام، مش ده كده كانه بواحد؟ مش الواحد وستة من عشرة كيلو متر هي نفسها الواحد ميل؟ يبقى انا كده ما غيرتش حاجه في المعادله، اقدر اختصر الميل مع الميل. على فكرة اللي أنا عملته ده كأني عملت طريقة مقص، يعني كأني قلت الواحد ميل في واحد وستة. طب ال 30 ميل في قد إيه؟ هيطلع ال 30 في الواحد وستة على الواحد، يبقى كأنك عملت طريقة المقص، يعني اختصر الميل مع الميل تبقى أنت كده طلعت الكيلومتر. لا ده أنا عايز أحولها المتر، أروح أعمل إيه؟ نفس القصة تاني. أنا عايز أخلص من الكيلومتر، يبقى الكيلومتر في المقام والمتر هي اللي في البسط، يبقى ال 1000 متر في 1 كيلومتر. انا كده ما غيرتش حاجه في المعادله، اختصر الكيلو مع الكيلو، يبقى اضرب 30 في 1.6 في 1000 يطلع الرقم ده. او زي ما قلت لك بالمقص، او ممكن تطلعها خبطه واحده زي السطر الاولاني كده اللي يريحك. انا شخصيا برتاح للسطر الطريقه اللي هي الاولى يعني. طيب في بعض الوحدات بتبقى عباره عن كسر، يعني مش بقى حاجه زي كده، لا ده 90 كيلومتر في الساعه. في ناس هتقول لك طب ما انا حافظ التحويله. طب ما في حاجات تانية بتبقى معقده شويه، يعني خلينا نفهم الفكرة في البسيط وتقدر تطبقه انت بعد كده في اي وحدة جديدة تقابلك ويطلب منك تحويل من شكل لآخر، هتشتغل بنفس الطريقة. لما يجي لك وحدة قياس عبارة عن كسر، يفضل ان انت تعملها لي بسط ومقام بالشكل ده. انا عارف ان انت ممكن حافظ التحويلة، بس احنا بنفهم على حاجة بسيطة وتقدر تطبقها على اي حاجة بعد كده. الكيلومتر على الساعة ديت، انا هروح اضرب الكيلومتر عايز احولها للمتر، والساعة عايز احولها للسكند، يبقى البسط ده هضربه في ايه؟ في 1000 تحول لمتر. الساعة حولها ازاي؟ الواحد ساعة فيها 60 منت، والمنت فيه 60 ثانية، يبقى انا هضرب 1 في 60 في 60 تحولت للسكند. يبقى اهو هلاقي اتضربت في 1000 متر على 60 في 60 تحولت للسكند، يطلع الناتج معايا بالشكل ده. يبقى 90 كيلومتر بر اور هيها 25 متر بر ايه؟ بر سكند. كويس. طيب ممكن نعملها بطريقة المحايد الضربي اللي فوق، أو اللي هي طريقة المقص. إزاي؟ 90 كيلومتر على الساعة، أنا عايز أخلص من الكيلومتر. طب الكيلومتر ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الألف متر بتساوي واحد كيلومتر. أخلي الكيلومتر تحت ولا فوق؟ أنا عايز أخلص منها، يبقى أخليها في المقام والمتر هو اللي يبقى فوق، يبقى أضرب في ألف على الواحد كيلومتر. أختص الكيلومتر مع الكيلومتر، اتبقى لي المتر اللي أنا عايزه، بس لسه عايز أخلص من الساعة. طب عشان اخلص من الساعة اخليها في المقام ولا البسط؟ لا اكيد في البسط عشان اختصرها مع الساعة اللي تحت. طب يبقى ال 1 اور على 60 ايه؟ مينت. اهو اختصر الاور مع الاور، لسه عايز اخلص من المينت، اخلي المينت في البسط والايه السكند في المقام، ال 1 مينت على 60 سكند. كده ما غلطش حاجة، المينت مع المينت، يتبقى لي بقى ايه؟ 90 في 1000 على 60 في 60. اه طب ما هي نفس الكلام اللي احنا قلناه هنا. عشان كده انا شخصيا بفضل الاولى، بتبقى انجز واسرع. ان انت لما بتحب تحول، حول البسط لوحده، حول المقام لوحده، واقسم على بعض، يديك اللي على طول الايه نفس الناتج في الاخر. في سبيشال كيسز لازم تكون عارفها برضو، زي ايه؟ الانش في 2.5 سم تقريبا، القدم في 12 بوصة. طب انا قلت لك حول لي من القدم للمتر، حول من القدم للبوصة، من البوصة للسنتي، ومن السنتي للمتر. على فكرة التحويلات دي لو حضرتك كتبت على جوجل كلها بتطلع عندك، الكالكوليتر الآلة الحاسبة معاك على ظهرها، كل التحويلات دي موجود عليها. بس انت كمهندس لازم يكون عندك سنس الأرقام، لازم تعرف ان انت متوقع ان لما تعمل التحويلة يطلع الرقم أكبر. يعني القدم 12 بوصة، فطبيعي ان انا مثلا لو عندي 5 قدم لما اجي احولها للبوصه لازم يطلع رقم كبير. لو طلعت رقم صغير يبقى انا وانا بكتب سرحت، عملت عوضت حاجه غلط بتاع. لازم يكون عندك سنس الارقام عشان تبقى يعني مقتنع بالناتج اللي بيطلع معاك. نرجع بقى لموضوعنا تاني للدرايفد كوانتيتيز. انت قايل ان في كميات ايه؟ مشتقه. الكميات المشتقه ديت بقى تعالى نثبت ان هي فعلا درايفد من الفاندمنتال كوانتيتيز.
يعني تعال ناخد اول مثال، احنا هنشتغل الجزء ده كاننا بنعمل ريفيجن على شويه ديفينيشنز او مفاهيم حضرتك درستها قبل كده، ومنها نثبت ان هي مشتقه من الكميات الايه الاساسيه. فلو جينا نشوف مثلا اول حاجه الدنسيتي، الدنسيتي ده او اللي هو الكثافه. ايه تعريف الكثافه؟ يعني لو درستها بالعربي كان يقول لك كتله وحده الحجوم، او بالانجلش density of a substance is its mass per unit volume، هو عباره عن mass على volume. طب ده التعريف يعني اللي في الكتاب بالبلدي كده. ايه هو الدنسيتي؟ الموضوع منتهى البساطه يا جماعه، تقدر تقول كده انت مستف الحاجه جوه الصندوق ولا، يعني لو عندي مثلا مكعب واحد متر مكعب مثلا، ودي الجزيئات بتاعه الماده، لو هي مرصوصه جنب بعض هتاخد جزيئات كتير، لو محطوطه عشوائي هتاخد جزيئات قليله، فبالتالي دي الماده هنا دي بسميها دنس. دنس دي يعني كثيفة، المادة دي الدنسيتي بتاعتها قليلة. من اللي احنا بنقوله ده تقدر تفهم ان مين اللي الدنسيتي بتاعه اكبر، السوليد ولا الجاز؟ الغاز اكيد، السوليد طبعا الدنسيتي بتاعته اكبر من الغازات بسبب قصة ترتيب الايه الجزيئات بتاعت المادة. يعني مثلا لو افترضنا ان انا عندي ثلاث مكعبات نفس الحجم، نفس same volume، فبالتالي هتلاقي ان الماس بيتناسب مع الايه مع الدنسيتي. فطبيعي لو قلت لك مثلا دي مليانه هواء ودي ميه وده حديد، اكيد الحديد طبعا هيبقى اتقل من المكعب اللي شايل ميه، من شايل الهواء، من الميه وشايل الهواء مثلا. يعني هتلاقي ان بسبب ايه قصه الدنسيتي دي اللي هي الكثافه اللي موجوده عندك. كويس. طيب يبقى انا دلوقتي المعلومه اخيرا ان الدنسيتي ده بيعتمد على درجه الحراره والبريشر. هو ثابت للماده بس اقدر اغيره لنفس الماده لو سخنتها او غيرت الضغط بسبب طبعا قصه الجزيئات اللي لسه بنحكيها من شويه. من القانون العلاقه ديت نقدر نطلع القانون الرياضي ان الدنسيتي هو ايه، هو كتله. الدنسيتي هو كتله بس على اما الفوليوم بيساوي ايه، يونت بيساوي واحد. طيب الدنسيتي ده عباره عن ماس، والماس ده فاندمنتال. الفوليوم ده مش فاندمنتال، هو مش واحده من السبعه اللي احنا قلناهم في الاول. فالفوليوم ده عباره عن ايه، طول في عرض في ارتفاع، طول في طول في طول. طب انا هقعد كل مره اكتب الماس على اللينث في لينث في، هقعد اكتب الكلام الكتير ده؟ قال لك لا يا سيدي، هنعرف حاجه اسمها الايه، الدايمنشنز. الدايمنشنز دي يا جماعه او الابعاد دي حاجه بتعبر عن الفيزيكال كوانتيتي، او بمعنى صح الفاندامنتال كوانتيتي. يعني لما بحب ان انا بدل ما اكتب كلمه لينث هاخد اول حرف اللي هو ال وبكتبه كابيتال، في بعض الناس بتحطه بين اقواس وفي ناس بتكتبه كابيتال بس. الماس هاخد اول حرف الام، التايم هاخد اول حرف اللي هو الايه التي. يعني بدل ما انا اروح اكتب اللينث والماس لا اكتب ال وام وتي لغرض الاستنتاج الرياضي فقط، لغرض الاستنتاج الرياضي فقط. ما ينفعش ان انا اروح احسب بيه رقم مثلا، لا، لما احسب رقم في حاجه اسمها يونت، في وحده قياس مش الدايمنشن. تمام كده. طيب انا بالنسبه لي لما ارجع اشوف في السلايد بتاعتنا تاني، بدل ما اكتب الماس بقى هختصرها بالام، لينث في لينث في لينث هكتبها اللي هي ال في ال في ايه في ال. يبقى انا اختصرت بس لمجرد الاثبات الرياضي فقط لا اكثر. يبقى دي عباره عن ام على ال تكعيب، او ام ال اس سالب ايه 3. يبقى انا لقيت ان الدنسيتي بتديبند على الماس وعلى اللينث، على الطول، تعتمد على الماس وعلى الطول. تمام. طب جيت احسب كثافه الهواء لقيتها 1.3، اكتب ايه بقى؟ اقول ام ال اس سالب 3 ولا اقول كيلو جرام على المتر مكعب؟ طبعا ده يونت، يبقى لازم اكتب كيلو جرام على المتر مكعب، دي الوحدات الاساسيه، ده الفاندمنتال. جت منين بقى الوحدات الاساسيه ديت؟ ممكن من القانون، الماس ده بالكيلو جرام والفوليوم ده بالمتر مكعب. ممكن من الدايمنشنز اروح اقلبها ليونت، الماس اليونت بتاعته كيلو جرام، والال ده اللي هو المتر تكعيب. يبقى انت كتبت اليونت بتاعتك. تعال نشوف تاني مثال مع بعض كده اللي هو الفورس. الفورس هنعرفها من قانون نيوتن الثاني، الاف بتساوي الماس في الاكسيريشن. برضو في ناس للاسف فاهمه القانون ده غلط، يقول لك ان الجسم يفضل حالته من سكون حرمه مؤثر خارجي، ده القانون الاول. في ناس تقول لك ان مش عارف لكل فعل رد فعل، لا ده القانون الثالث. القانون الثاني لنيوتن بيتكلم على الفورس والماس والاكسيريشن، ربط الثلاثه ببعض. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي عندي الراجل ده بيزق كرتين، واحده كتلتها 40 كيلوجرام وواحده كتلتها 400 كيلوجرام.
بنفس الفورس اللي عملها دي لما زقها اتحركت بسرعة، اكتسبت سرعة. لما جه هنا زقها الكرة تقريبا ما بتحركش، زي ما انت شايف بيحاول ان هو يزقه ومش قادر يعني. ده بسبب ايه؟ ان الماس الكبيرة قدامها اكسلريشن ايه؟ صغيرة لنفس الفورس. الماس الكبيرة قدامها اكسلريشن صغيرة، فمفيش تغير في السرعة حصل عندي. طب انا عايز افهم لما اجي اجيب الدايمنشنز، انا مشكلتي ان انا ما اعرفش ايه الاكسلريشن ده، فانا عايز افهم يعني ايه اكسلريشن اصلا. كلمة اكسلريشن ان احنا لو تخيلنا عندك عربية وجيت دوست دوست البنزين، فسرعتها بدأت تزيد بسرعة 10 20 30 40 50، فالمعدل بتاع تغير السرعة، معدل الريت اللي بيحصل فيه تشينج للسبيد بتاعته، ده بنسميه ايه بقى؟ اكسلريشن. فانا بالنسبه لي الاكسلريشن هنا كانت يونيفورم، كانت ثابته، وقيمتها هتبقى بكام؟ ب 10. تمام. طب هو دايما الاكسلريشن بتكون كونستانت؟ لا مش شرط، ممكن السرعه تزيد 10 30 35 80 95، بتزيد بمعدل مش ثابت، ودي بنطلق عليها اسم ايه؟ نون يونيفورم اكسلريشن، العجله الغير منتظمه. اكسلريشن يا جماعه اللي هي العجله او التسارع. تمام. فبالتالي بتبقى العجله ايه؟ غير منتظمه عندي هنا. فعشان كده يا شباب لما جينا اتكلمنا قلنا ان الماس الكبيره قدامها تسارع قليل، التغير في السرعه بقى ال 10 20 30، لا ده هتزيد 10 11، لا ده مفيش تغير في السرعه تقريبا، فبالتالي الكره تقريبا ما بتتحركش. انما الكره الصغيره الماس القليله قدامها اكسلريشن كبيره، فلما زقها اتغيرت 10 40 80، عماله الكره ايه؟ بتجري بسرعه قدامه مثلا يعني. طيب تعريف الاكسلريشن هو المعدل الزمني، كلمه ريت ده معناه معدل للتشينج في الفيلوسيتي بالنسبه لايه؟ للتايم. الاكسلريشن از ا فيكتور كوانتيتي. طب واحده واحده عليا كده، في كذا كلمه عايز افهمهم، يعني ايه فيلوسيتي؟ يعني ايه فيكتور؟ اول حاجه السكيلر والفيكتور. السكيلر ده دي حاجه مهمه جدا وحضرتك بتدرسها بالاستفاضه في الاستاتيكا. السكيلر ده المفروض ان هو قيمه عدديه، ممكن يبقى موجب او سالب، زي درجه الحراره. في حاجه اسمها 20 سيليزيوس وسالب 10 سالب 20، الموجب ليه معنى والسالب ليه معنى. السبيد، ركز في الكلمه، الهايت الارتفاع. الفيكتور ده بيكون ليه مقدار واتجاه، ماجنتيود دي كلمه مشهوره جدا معناها المقدار، والدايركشن اللي هو الايه؟ الاتجاه. زي الديسبليسمنت. يعني ايه ديسبليسمنت؟ بالعربي طبعا ده الازاحه، بس ايه المينينج بتاعها؟ حضرتك بتقيس مسافه وبتقول اتجاهها، بتقول ايه؟ دايركشن بتاعها. الفورس تفرق ان انت بتزق في الاتجاه ده او ده، يبقى الدايركشن برضو بيفرق معايا، يبقى ده فيكتور. الفيلوسيتي، الفيلوسيتي ده برضو السبيد زيه زي السرعه، بس بنتكلم كانه ايه؟ فيكتور، بيهمني الاتجاه بتاعه. فالفيلوسيتي هنا يا جماعه ده معناه السرعه، وهنا بتكلم على المقدار والاتجاه، لان الاكسلريشن ايه؟ فيكتور. يبقى ما ينفعش اقول السبيد، لازم اقول فيلوسيتي. فيلوسيتي هنا اقصد بيها السرعه يعني. يبقى هو المعدل للتغير في السرعه بالنسبه لايه؟ للزمن. يبقى لما احب اكتب الاكسلريشن التشينج ان فيلوسيتي على التشينج في التايم، فبالتالي تبقى دلتا في على الدلتا تي. طيب ايه الفرق بين الشكل ده والشكل ده؟ هما الاثنين واحد. الدلتا هنا هي الدلتا هنا، دي اسمها دلتا، دي اختصار دلتا برضه. ده تغير وده تغير، بس التغير هنا ممكن كبير او صغير، هنا تغير بيقول الى الصفر. ده الشكل اللي احنا بنستخدمه في التعريف الرياضي للتفاضل او الديفرنشيشن. تمام كده. طيب سيدي الفاضل، انا بسمع اوقات ان الاكسلريشن عباره عن في على تي، العجله سرعه على زمن، وانت بتقول لي دلتا في على دلتا تي او دي في على دي تي، مين فيهم الصح؟ يعني الصيغتين اللي انت كاتبهم لي سواء ديت او ديت، مين فيهم الصح؟ ايه الفرق ما بينهم؟ مبدئيا هما الاثنين واحد، بس في واحده منهم حاله عامه والتانية حاله خاصه. تقصد ايه؟ لو شفنا الاي بتساوي دي في باي دي تي، اضرب طرفين في وسطين يطلع لك ان الاي دي تي بتساوي دي في، اعمل انتجريشن. انا ما يهمنيش التكامل، مش بس على التكامل، بس عايز اوصل لك فكره معينه يعني. فالاكسلريشن ده ركز كده، لو كان ثابت، لو كان يونيفورم، لو كان معدل تزايد السرعه كان ثابت، اقدر اطلعها بره التكامل بالشكل ده. لو عملت تكامل الطرفين هيطلع لي ان الاي تي بتساوي الفي، ومنها الفي الاي بتساوي في على تي. يبقى الصوره دي وصلت لدي،
لما الاكسلريشن كانت ثابته. يعني لما كانت ثابته اقدر اقول ان الاي بتساوي في على تي. طب مش ثابته، لا يبقى لازم تستخدم الصوره العامه اللي موجوده عندك فوق. طب احنا مثلا في المحاضره الثانيه هناخد سيمبل هارمونيك موشن، هنستخدم فيها الصوره دي، الصوره العامه، لان هنلاقي الاكسلريشن مش ثابته، وهكذا. طيب يبقى نرجع لموضوعنا تاني. الاكسلريشن الخلاصه هي عباره عن ايه؟ سرعه على ايه؟ بغض النظر بقى، هي عباره عن سرعه على زمن. طب الزمن الدايمنشن بتاعه اسمه تي، يا ترى الدايمنشن بتاع السرعه دي اجيبه ازاي؟ تعال نعرف يعني ايه السرعه. نفس التعريف بالظبط، بس بدل الفيلوسيتي هنقول الايه؟ الديسبليسمنت. الفيلوسيتي ده هو المعدل التغير الازاحه بالنسبه للزمن. طبعا الفيلوسيتي ده فيكتور، فما ينفعش اقول ديستانس، لازم اقول ديسبليسمنت، لازم اقول الازاحه بتاعتي. السرعه هي عباره عن التشينج في الديسبليسمنت بالنسبه للتايم، فتبقى دلتا اكس باي دلتا تي. طب يا دكتور انا شفت ان الفي بتساوي اكس على تي، هو ايه الفرق بين دلتا اكس على دلتا تي والاكس على تي؟ نفس اللي احنا قلناه هنا بالظبط، لو اكس على تي يبقى سرعه ثابته، انما الصوره العامه بالنسبه لي اللي هي الدلتا اكس على الدلتا تي زي ما هنشوفها في المحاضره الثانيه. طيب المهم الخلاصه ان السرعه عباره عن مسافه على زمن، يبقى ايه اللي على تي؟ خد القيمه دي عوض بيها مكان السرعه هنا، تبقى ال على تي على تي، تبقى ال على تي سكوير. خد القيمه دي حطها فوق هنا، يبقى يطلع لي ان الفورس عباره عن ام ال تي اس سالب 2. طب يا دكتور هو انا معقوله كل مره اروح اعمل كل القصه دي؟ ده موضوع طويل جدا. يا سيدي الموضوع بسيط جدا، انت لو عارف ان الماس الدايمنشن بتاعها اسمها ام، الاكسلريشن انت عارف ان هي بتتقاس بايه؟ متر على الثانيه تربيع، دي الوحده المشهوره بتاعتها. طب ما المتر ده بتاع طول والثانيه تربيع ده بتاع الزمن، فانت ممكن من اليونت تجيب الدايمنشن او من الدايمنشن تجيب الايه؟ اليونت، فمش محتاج ان تعمل القصه دي. امال احنا قلنا ليه الكلام اللي تحت ده؟ ده مجرد مراجعه عشان نثبت المفاهيم اللي انا بحتاجها بعد كده في المحاضره الثانيه والثالثه والرابعه وهكذا. تمام؟ يبقى انا دلوقتي الدايمنشن بتاع الفورس ادي الدايمنشن بتاعها اهو. طب جيت احسب الفورس لقيته بيساوي 50، اكتب 50 ايه؟ ام ال تي سالب 2؟ لا طبعا، بتكتب اليونت. عايزين نتفق على حاجة، في يونت محفوظة زي النيوتن، في يونت بتستنتج من القانون أو من الدايمنشن، زي إيه مثلا؟ هنا عندنا تبقى كيلو جرام في متر على الثانية تربيع وهكذا. في أمثلة لحاجات برضو مشهورة زي المساحة، المساحة دي بتتقاس بالمتر مربع والدايمنشن بتاعها اللي هو ال تربيع. الفوليوم بتتقاس بالمتر مكعب والدايمنشن ال تكعيب، ممكن من الدايمنشن تجيب اليونت أو من اليونت تجيب الدايمنشن. السبيد بتقاس بمتر على الثانية أو ال على تي، الأكسيريشن متر على الثانية تربيع أو ال على تي تربيع. يبقى أنا بس عايز أوصل لك فكرة إن أنت من اليونت تجيب دايمنشن أو من الدايمنشن تجيب يونت. المثال التالت عندنا البريجر الضغط. إمتى تقول إن أنا بضغط على الجسم ده، بضغط على الحيطة دي؟ لما تعمل إيه؟ لما تأثر بقوة، ركز كده، بيربنديكولار على السيرفس. لازم تكون عمودية، قوة متعامدة على الايه؟ الاريا اللي عندك. الراجل ده لما ضغط على الحيطة أثر بقوة ايه؟ عمودية. هنشوف بعد كده مثلا في شابتر بتاع الالاستيك او الاستيستي، هتلاقي ان انت مثلا عندك الفورس دي لو كانت تانجنت، لو كانت ممسية، لا ده بالنسبة لي ما يعتبرش بريجر، لازم تكون ايه؟ بيربنديكولار عشان اقدر اسميها بريجر. فبالتالي الضغط عبارة عن قوة على مساحة وقوة متعامدة. طب يا ترى المساحة ايه تأثيرها على الضغط؟ احنا عايزين نفهم الفكرة نفسها، ايه تأثير المساحة على الضغط؟ تخيل كده معايا مسمار وبتاعة البولينج دي مثلا، الاتنين بدق عليهم بنفس القوة على الحيطة. المسمار خرم الحيطة انما بتاعة البولينج دي مخرمتهاش. اشمعنى؟ اصل المسمار المساحة الملامسة للحيطة صغيرة جدا، تديك ضغط كبير قوي فتقوم جاي خرم الحيطة. طب بتاعة البولينج المساحة الملامسة للحيطة أو اللي أنت بتأثر القوة بيها كبيرة، فبالتالي تديك ضغط صغير، ما تخرمش الحيطة. طب عايز أخليها تكسر الحيطة أو تخرمها، أكيد المساحة مش هتحكم فيها، نقدر إيه؟ أزود القوة اللي أنا بأثر بيها عشان أرفع من الضغط. يعني بس عايز أوريك إن الضغط بيعتمد على قوة ومساحة، فعشان كده لما بنحب نخرم الحيطة بنستخدم حاجات مساحتها إيه؟ مدببة، يعني مساحات صغيرة يعني. المهم هات الدايمنشن. لو انت حافظ الدايمنشن بتاع الفورس روح اكتبه. طب انا مش حافظه، استنتجه ازاي؟ روح اكتب القانون بتاع نيوتن، اف بتساوي ام في ايه، الماس الدايمنشن بتاعها ام،
الاكسيريشن او التسارع او اللي هو العجله، الوحده القياس متر على ثانيه تربيع، فيبقى الدايمنشن بتاعها متر، يبقى اللي هي ال طول الثانيه، ده اللي هو السكند او اللي هو يعتبر التي، لما تضربهم في بعض يبقى ام ال تي اس سالب 2، وبالنسبه للاريا اللي هي طول في عرض يبقى ال في ال، اختصر ال ال مع ال ال يطلع لي ام ال اس سالب 1 تي اس سالب 2. طب انا دلوقتي جيت احسب الضغط لقيته ب 20، اكتب 20 ايه بقى؟ والله انت بالنسبه لك لو انت حافظ اليونت بتاعت البريشر ممكن تقول مثلا الضغط ده 20 باسكال، تمام. ممكن تقول بالاتموسفير مثلا، المناظر بتاعها الاتموسفير، الضغط الجوي اتموسفيريك بريشر، ممكن بالمليمتر زئبق وسنتيمتر زئبق. يعني انا عايز اوصله ان في وحدات محفوظه للضغط. طب ممكن اجيبها من العلاقه الرياضيه، مش دي عباره عن قوه على مساحه تبقى نيوتن على متر تربيع. ده انا ممكن اجيبها من الدايمنشن، كيلو جرام ها في متر اس سالب واحد في الثانيه اس سالب اتنين. يبقى بأي طريقة ممكن تعبر عن الضغط، بس طبعا في بعض يعني دول التلاتة دول بيساووا بعض، بس في حاجات تانية بحتاج أعملها تحويل زي الاتموسفيريك بريجر مثلا، بروح أضرب 10 أس سالب 5 مثلا عشان تحول للضغط الجوي مثلا يعني، تمام. فده فكرة الوحدات، إن هي بتتجاب من الدايمنشن. ده اللي أنا عايز أوصله، إن ده الفاندمنتال يونت بالنسبة لي، ده الوحدة الأساسية بدلالة الكميات الإيه الأساسية. الباور، الباور ده من الحاجات المهمة جدا 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 في حياتنا. ليه الباور ده مهم؟ أصل هو عبارة عن المعدل بتاع استهلاك الطاقة أو كمية الطاقة اللي بتتنقل في الثانية الواحدة، المعدل لدوينج الايه الورك. الورك ده اللي هو الشغل بالعربي، أو اللي هو بمعنى آخر الانرجي. الورك ده هو عبارة عن انرجي، يعني معدل استهلاك الطاقة، ماشي. فالباور ده عبارة عن الورك اللي هو الشغل مقسوم على الزمن، طاقة على زمن. هو انت ليه بتقول ان الورك ده حاجة مهمة بالنسبة لي؟ لما بتيجي تشتري لمبة مثلا من المحل بيقول لك اللمبة دي 9 وات. الوات ده ليه ما قاليش مثلا اللمبة دي 9 جول؟ ليه ما قالهاليش بالانرجي؟ ليه قال لي بالمعدل بتاع استهلاك الطاقة؟ اصلا اللمبة دي انا ركبتها وما شغلتهاش، هل اروح احاسب عليها الكهرباء في اخر الشهر؟ اكيد لا. المكيف مثلا 1.5 حصان، الحصان ده وحده قياس باور برضو. طب انا دلوقتي المكيف ركبته وما شغلتوش في الشتاء مثلا، فبالتالي لما تيجي الكهرباء في الاخر احاسب عليها برضو لا. يبقى ده معدل الاستهلاك، اضربه في الزمن اللي انت شغلت المكيف، ساعه ساعتين ثلاثه، تديك الانرجي اللي انت ايه استهلكتها. عشان كده المعدل بتاع الاستهلاك ده مهم. في حاجات انا يهمني ان هي تسحب طاقه بسرعه، في حاجات يهمني ان هي توفر في الطاقه، فبالتالي المعدل ده من الحاجات الايه المهمه جدا. طبعا الترندات الجديده بقى برضو قصه الانرجي نفسها، ازاي اجيب الطاقه نفسها. فعشان كده في اقسام اللي هي الباور، ميكانيكا باور، كهربا باور، في اقسام بتتكلم عن الانرجي، مصادر الطاقه نفسها، فبالتالي دي من التخصصات المهمه جدا. طيب نرجع لموضوعنا تاني. الانرجي ده دلوقتي ده طاقة، عايز اجيب الدايمنشن بتاعه. الطاقة مبدئيا ليها قوانين كتير جدا، يعني ممكن اجيبها بدلالة البوتنشال انرجي اللي هي طاقة الوضع، ممكن اجيبها بدلالة الكاينيتيك انرجي اللي هي طاقة الحركة، ممكن اجيبها بدلالة الطاقة الحرارية الثيرمال انرجي اللي هي كيو. طب طاقة الوضع احدى الصور بتاعتها ام جي اتش، هل هو ده القانون الوحيد ليها؟ ده انت بص طاقة الوضع دي كل ما هتمشي يقول لك طاقة الوضع الكهربائية ليها قانون، طاقة الوضع مش عارف الجاذبية ليها قانون، طاقة الوضع ليها 50 قانون طاقة الوضع هيقابلوك طول ما انت ماشي في السنين اللي جاية يعني. طب طاقة الحركة الحمد لله ليها قانون واحد اللي هو نص ام في تربيع، ده مشهور جدا. الطاقة الحرارية برضو ديت ليها اكتر من قانون على حسب الحاجة اللي انت بتحسبها او الشكل بتاع الطاقة. احدى قوانين الطاقة الحرارية ام سي في الدلتا تي، ولما ندرس البرانش بتاع الهيت او الطاقة الحرارية هناخد القانون ده باستفاضة. بس في الاول ولا في الاخر ده انرجي وده انرجي وده انرجي، هما كلهم طاقة، التلاتة ليهم نفس الوحدة، التلاتة ليهم نفس الدايمنشن. طيب احنا بالنسبة لنا الحاجة الجنرال هندرس الاتنين دول، وبالنسبة للحرارة لما نبقى ناخدها بعدين. فلما نيجي نشوف بالنسبة لطاقة الوضع، قبل ما نتكلم على الدايمنشن ونرجع نعوض فوق، انا عايز افهم اصلا الدايمنشن، عايز افهم المينينج بتاع البوتنشال انرجي والمينينج بتاع الكاينيتيك انرجي، عايز افهم ايه يعني ايه طاقة وضع وطاقة حركة. الموضوع بمنتهى البساطة يا شباب، لو انت عندك جسم محطوط على سطح الارض او على ترابيزة، مش انت لو سبت الجسم ده هيفضل، الموبايل مثلا حطه على المكتب قدامي،
فالموبايل ده كده في وضع الايه؟ الاتزان. ده معناه ان طاقة الوضع بصفر، وما دام ما بيتحركش يبقى طاقة الحركة بصفر. تمام؟ امال طاقة الوضع دي امتى يكتسبها؟ لو انت رفعت الجسم لو بعد عن وضع الاتزان بيكتسب طاقة وضع. يبقى طاقة الوضع هي الطاقة اللي بتخزن في الجسم لما يبعد عن وضع الاتزان بتاعه. طب الطاقة دي جت منين؟ مش انت مسكت الجسم ورفعته بايدك لفوق؟ معنى ان انت رفعته بايدك دي يبقى انت عملت ايه؟ ها؟ استهلكت طاقة. ما انا عملت مجهود عشان ارفع الموبايل من الترابيزة لفوق. طب الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، اللي هو الكونسرفيشن بتاع الانرجي، مبدأ بقاء الطاقة. الطاقة دي راحت فين؟ اللي انا رفعت بيها الموبايل اتخزنت جواها على شكل طاقة وضع. عشان كده لما نقول لما بعد عن وضع اتزانه، اللي خلاه يبعد، الطاقة اللي خلاه يبعد بيها خزنها على شكل طاقة وضع جواه. تمام؟ طب سبت الجسم ده يقع على الأرض، ايه اللي هيجرى؟ وهو بيقع بيتحرك، فطاقة الوضع اللي اتخزنت جواه عمال يحولها لطاقة ايه؟ حركة. هتلاقي طاقة الوضع بتقل وطاقة الحركة بتزيد، لغاية ما يرجع للسطح الترابيزة طاقة الوضع بزيرو وطاقة الحركة أقصى ما يمكن، بس بسبب التصادم هيفقد طاقة الحركة بتاعته. يبقى سريعا، طاقة الوضع هي الطاقة اللي اتخزنت فيه لما بعد عن وضع اتزانه، البوتنشال انرجي دي اللي بتتخزن جواه لما يبعد عن الإكوليبريم، عن وضع الاتزان. إنما طاقة الحركة ديت الناتجة من حركة الجسم، طبعا الطاقات دي كلها بتتحول من شكل إلى إيه؟ إلى آخر. طيب خلاص فهمنا يعني إيه بوتنشال ويعني إيه طاقة حركة والكلام ده، تعال نشوف بقى الإيه؟ الدايمنشن. بالنسبة للدايمنشنز، فإحدى صور طاقة الوضع زي ما اتفقنا القانون ده، دي ماس، الماس تبقى ام، الجي دي جرافيتي اكسلريشن او الفري فول اكسلريشن، عجله الجاذبيه الارضيه، فاليونت بتاعتها اسمها اكسلريشن، عجله تبقى متر على الثانيه تربيع او اللي هي ال تي اس سالب 2. بالنسبه للاتش ده اللي هو الهايت او الارتفاع اللي اسمه ال، فلما تضرب الحاجات دي في بعض تبقى ام ال تربيع تي اس سالب 2. ده الدايمنشن بتاعت الانرجي. يا ترى طاقة الحركة ليها نفس الدايمنشن ولا مختلفة؟ اسمها طاقة، لازم ما دام طاقة يبقى لازم ليها نفس الدايمنشن. تعال نشوف النص ده، ولا كأنك شايفه لأن ده مش كمية فيزيائية فبالتالي ملوش أبعاد. الام الماس ام هيت، السرعة متر على الثانية اللي هي تبقى ال تي أس سالب 1 الكل تربيع، فتتحول لإيه؟ ام ال تربيع تي أس سالب 2. نفس الدايمنشن. طب وانا لو درست القانون بتاع الطاقه الحراريه وعرفت يعني ايه السي ويعني ايه التي، لو انا درست الحاجات ديت لو جبت الدايمنشن تطلع هي هيها؟ طبعا لازم تطلع هي هيها. تمام؟ فبالتالي ده اسمه طاقه، يبقى لازم ليه نفس وحده القياس ونفس الايه؟ الدايمنشن. بس دي حاجه اوت اوف سكوب يعني مش هنتكلم عنها دلوقتي. طيب جبنا بقى الدايمنشن، روح عوض لي بيه فوق هنا اهو، وادي التايم، طلع التي فوق بقت الدايمنشن ام ال تربيع تي سالب 3. خلي بالك ان الدايمنشنز حفظها ممكن يلخبطك شويه، فعود نفسك على طريقه الاستنتاج، عشان انت لو شايف الدايمنشن دي قريبه للانرجي، قريبه للفورس، قريبه للبريجر، فممكن بيحصل لخبطه شويه. طب جيت احسب الباور ولقيته بيساوي 30، اقول 30 ايه؟ والله عندك اكتر من حل، في وحدات محفوظه اللي هي الوات، ممكن تقول جول على السكند، ممكن تقول كيلو جرام في متر تربيع على الثانية تكعيب. ده الفاندامنتال يونت المكتوب تحت ده، بنسميه فاندامنتال يونت، الوحدة الأساسية. لو طلب منك ان انت تجيب الكمية الفيزيائية دي بالفاندامنتال يونت لازم تكتب اللي تحت بس، ما ينفعش الاتنين اللي فوق. طيب الدايمنشنز دي بتعامل ازاي بيها في المعادلات الرياضية؟ مبدئيا لما بيبقى عندك معادلة، دي القاعدة رقم واحد ومهمة جدا، لو عندك معادلة فيها A زائد B ناقص C، عشان تقدر تجمع وتطرح لازم يكون ليهم نفس الدايمنشنز. تقصد ايه؟ هل ينفع اقول مثلا 2 متر زائد 5 كيلو جرام؟ ملهاش معنى، ازاي اجمع طول على كتلة؟ امال عشان تجمعهم على بعض لازم يكونوا ايه؟ نفس الايه؟ نفس اليونت. لازم اقول 2 متر زائد 5 متر بيساوي 7 متر، يبقى عشان يتجمعوا لازم كلهم يكونوا سيم ايه؟ دايمنشنز. ما ينفعش ان ده ليه دايمنشن ده ليه دايمنشن تاني، ما ينفعش اجمع المتر على السنتيمتر مثلا، ملاش معنى. تمام؟ طيب الدايمنشنز دي بينفع ان انت تقسم وتضرب الدايمنشنز، يعني مثلا معادله زي كده اي بي على سي، اقدر اختصر الام مع الام والتي تربيع مع التي تربيع والال مع التربيع، يتبقى لي مقام المقام بس تطلع بتساوي ال.
تمام؟ بس خلي بالك الدايمنشنز ما اقدرش اجمعهم واطرحهم من بعض، يعني ما ينفعش اعمل عليها عمليه رياضيه. ما ينفعش اعمل عليها عمليه رياضيه، ما ينفعش اقول ال زائد ال ب2 ال، لا الكلام ده غلط، ما ينفعش. هو لما بيبقى فيه عمليه رياضيه هو عايز يتاكد ان انا النوع ده الدايمنشن هنا نفس الدايمنشن هنا نفس الدايمنشن هنا، مش ان انا بجمع دايمنشنز او بطرحها تقول لي ال ناقص ال بزيرو مثلا، لا الكلام ده مش صح. وعايزك ان انت تقول الدايمنشنز الثلاثه ليهم نفس النوع سواء في الجامعه او الايه او الطرح، مش بتحسب ناتج رياضي. اخر ملحوظه ودي مهمه جدا في الدوال المثلثيه او الباور اللي هو الاس، ما ينفعش ان يكون ليها دايمنشن. يعني انت عمرك سمعت عن حاجه اسمها 5 اس متر؟ ملهاش معنى. فبالتالي الاس ده الباور ده لازم يكون دايمنشن ليس، ملهاش ابعاد. الزاويه اللي جوه اسمها زاويه، ما ينفعش تطلع الزاويه بالمتر مثلا، عمرنا ما سمعنا زاويه بالمتر، مفيش الكلام ده. فلازم اللي جوه ده يكون دايمنشن ليس. اللين اللي جوه ده لازم يكون دايمنشن ليس. اي اس الاس برضو لازم يكون دايمنشن ليس. يبقى دايما في الدوال ديت لازم تكون منعدمه الايه الابعاد، دايمنشن ليس ملهاش ابعاد يعني. طيب الدايمنشن اناليسيس احدى التطبيقات بتاعتها التاكد من الكوركتنس اوف ان ايكويشن، التاكد من صحه الايه المعادله. طب اتاكد ازاي؟ لو الطرفين بتوع المعادله ليهم نفس الايه الدايمنشن، يعني لو جبت الطرف اليمين واليسار ليهم نفس الدايمنشن اقدر اقول ان المعادله دي دايمنشن ايه كوركت. طيب الدايمنشنز بتاعت الثوابت ملهاش، الثوابت ملهاش دايمنشنز. ليه الكلام ده؟ اصل اسمه ثابت، ده مش كميه فيزيائيه، ما ينفعش ان يكون ليه دايمنشن. الدايمنشن ده قلنا للفاندمنتال ايه كوانتيتيز. طب في واحد مصحصح كده وقال لي انا اخدت في الكهربيه ان الكي بتساوي 9 في 10 اس 9 ودي اليونت بتاعتها. طب منين انت بتقول لي ان الثوابت ملهاش يونت ومنين كاتب الوحده ديت؟ ده على سبيل المثال. او مثلا في السيمبل هارمونيك موشن بتاخد السبرينج كونستانت برضو اليونت بتاعتها نيوتن على المتر مثلا، ازاي اسمها كونستانت وازاي ليها يونت؟ الفكره ان انت لو بصيت لاي حاجه من الثوابت اللي ليها وحده قياس هتلاقيها هي اصلا كميه فيزيائيه مش ثابت. تقصد ايه؟ الكي ديت بتعتمد على الابسلون، والابسلون دي بتدبند على الوسط على الميديم، فبالتالي ما دام بتعتمد على حاجه يبقى كميه فيزيائيه يبقى لازم ليها وحده قياس. تاني الثوابت ملهاش دايمنشن، بس الثوابت اللي بتعتمد على حاجه فده يبقى كده اسمها كميه فيزيائيه مش ثابت، يعني احنا مجازا بنقول عليها كونستانت بس هي كونستانت في ظروف معينه، لو غيرت الظروف ديت يبقى لازم يكون ليها وحده ايه قياس. مش الدنسيتي ده ثابت للماده بس لو غيرت الماده بيتغير يبقى لازم يبقى وحده قياس وهكذا يعني. يبقى مراجعه لما سبق، انت عندك 7 كميات اساسيه فاندمنتال، عندك 7، السبعه دول ادي الدايمنشنز بتاعتها ودي اليونتس بتاعتها، يعني التمبريتشر ده الدايمنشن وده اليونت بتاعتها. لو جينا نشوف بعض الامثله تطبيقا على الكلام ده هنلاقي مثلا في اكسبريشن ال V بتساوي ال A في T، وقايل ان ال V ده السرعه، الاكسبريشن ال T ده التايم. بيقول لي يا ترى او وضح لي ان المعادله دي مظبوطه من وجهه نظر الدايمنشنز. طيب ال V بتساوي ال A في T، ال V هتروح تجيب الطرف الايسر left hand side اللي هو السبيد او الفيلوستي، فالسرعه المفروض ان هي عباره عن متر على الثانيه تبقى ال تي اس سالب 1. طب الطرف الايمن عباره عن ايه؟ اكسلريشن في التايم. طب الاكسلريشن متر على الثانيه تربيع تبقى ال تي اس سالب 2 مضروبه في التي، التي في التي اس سالب 2 تبقى ال تي اس سالب 1. من المعادله الاولى والثانيه انت ملاحظ ان الطرفين بيساووا ايه؟ بيساووا بعض، يبقى الايكويشن از دايمنشنالي كوركت. اي مساله حضرتك بتيجي تحلها في الفيزيكس عامه لازم تقرا المساله كويس، حاول تتخيل شكل السيستم اللي عندك ترسمه، حاول ان انت تشوف الفيزيكال بروسيس اللي بتحصل. الجسم بيقع تحت تاثير وزنه، تحت تاثير الجاذبيه، يبقى في جرافيتي اكسلريشن، في فريكشن، لا مفيش. يبقى لازم ترسم الرسمه، تتخيل العمليه اللي حصلت، تحط خطه للحل بتاعك، ان انت تبتدي توضح المعادلات اللي انت تستعملها، تحط معادلاتك، تشوف ايه الجيفنز اللي عندك، ايه اللي مطلوب،
تحل معادلات مع بعض، تتأكد من الأنسر بأن أنت يكون عندك سنس الأرقام، تركز لو في special cases أو limits للgivens المعادلات بتاعتك. يعني مثلا القيمة المفروض تبقى ما بين سالب 5 ل 5، أنت طلعتها ب 7، لا يبقى ده كده الموضوع مش مظبوط، يبقى المفروض أن أنا أعيد حاجة، أو مثلا بتاخد الماكسيمم أو الكلام ده كله يعني. تمام، ده استراتيجي لحل أي مسألة. اللي بيفكر بالطريقة المنظمة ديت يقدر يحل أتخنها مسألة. طيب تعال نشوف مثال تاني. رجاء بعد اذنك حاول ان انت توقف الفيديو وان انت تحاول تفكر مع نفسك في الحل. والله عرفت تحلها مظبوط، يبقى انت كده وصلت لك الفكرة. ما كانش كده، تعال نشوف الانسر مع بعض. المثال التاني بيقول لك check the correctness of the following equation، اتأكد من صحة المعادلة الآتية، ومعرف لك الرموز هنا. ده الضغط، كثافة، عجلة جاذبية أرضية، والاتش اللي هو الهايت. لما نيجي نشوف الطرف الايسر، هو عباره عن ضغط. لو انت حافظ الدايمنشن اكتبه، طب مش حافظه تيجي في جنب كده تستنتجه. الضغط عباره عن قوه على مساحه. طب القوه ديت اللي هي عباره عن ام ال تي اس سالب 2. طب انت لو مش فاكرها، ام في الاي ودي تبقى ام ال تي اس سالب 2، الاريا ال في ال، اختصروا ال ال مع ال ال يطلع لك الرقم ده، عوض بيه هنا. طب الطرف الايمن ده عباره عن رو جي اتش، الدنسيتي كتلة على حجم، يبقى ام ال تي ام ال اس سالب 3. الجرافيتي اكسلريشن هو اكسلريشن، يبقى اللي هو عبارة عن ايه؟ ال تي اس سالب 2. طب الهايت ارتفاع، يبقى بالال. الام تنزل زي ما هي، ال اس سالب 3 في ال في ال، هتجمع الاسس يطلع لك ال اس سالب 1 في تي اس سالب 2. المعادلة الأولى والثانية بيساووا بعض، يبقى العلاقة إيه؟ صحيحة. طب أنت عامل لي كلمة دايمنشن دي عاملها لي بالأحمر ليه؟ أصل في مشكلة صغيرة هتقابلنا. أنت هنا بتدرس من وجهة نظر الأبعاد، أنت بتقول إن المعادلة كدايمنشن مظبوطة. طب كأرقام؟ لا معرفش. ده اللي إحنا كنا بنعلق عليه قبل كده، ما بعملش عملية رياضية، أنا بتأكد إن أنا بجمع أو بقارن حاجات من نفس النوع. يعني لو جيت قلت لك البي بتساوي 5 رو جي اتش، من وجهة نظر الأبعاد هل في اختلاف؟ ما هو الخمسة دي أنا ولا كأني شايفها، ملهاش دايمنشن أصلا، فبالتالي هتكون نفس الحل بالظبط. كان من وجهة نظر الأبعاد هي صحيحة، بس من وجهة نظر الرياضة لا، الناتج هنا هيبقى غير الناتج هنا. يبقى أنا بالنسبة لي هي كدايمنشنلي كوريكت، هي مش الإكويشن كوريكت، لا هي من وجهة نظر الدايمنشن هي كوريكت. المثال اللي بعده بيقول لي طب لو أنا جيت قلت لك إكس بتساوي كذا زائد كذا، وعايز يتأكد ان الايكويشن دي دايمنشنال كوريكت، برضو بقول للمرة التانية يا جماعة انا هنا مش بعمل عملية رياضية، يعني مش عايز اجمع رقم هنا فيديه نفس الرقم الناحية التانية، لا انا عايز اتأكد ان انا لما بجمع حاجتين على بعض لازم يكونوا ليهم نفس الدايمنشن، ولازم يكون ليهم نفس الدايمنشن بتاع الناتج. يعني مثلا الطرف الايسر ده عبارة عن displacement، عن ازاحة، فالاكس الدايمنشن بتاعها ال بالمتر، يبقى لازم دول لما يتضربوا بعض يديني متر، ودول لما يتضربوا بعض يديني متر، لو غير كده يبقى المعادلة غلط. تمام، فلما نيجي نشوف الطرف الأيمن هنلاقيه عبارة عن جزئين. كويس، افتكر ان انت لازم تجمعهم يكون لهم نفس الايه الدايمنشن، فبالتالي الطرف الأيمن المعادلة بقى عبارة عن جزئين مش جزء واحد بس. ده اللي انا اقصده، ان انت مش هتروح تاخدها على بعض، لا انت هتدرس دي لوحدها ودي لوحدها، وان لازم يكون ليهم سيم ايه دايمنشن. تمام كده، فبالتالي هلاقي ال v في t عباره عن ال t يساوي 1 في t اللي هي ب l. تمام جميل جدا، بس انا لما اجي اشوف ديت هتطلع ال t اس سالب 2 في t تطلع ب ال t اس سالب 1. يبقى 1 بتساوي 2 ما بتساويش 3، يبقى المعادله مش صح. اللي فاكر الكاينماتكس او اللي هي قوانين نيوتن الحركه، هيلاقي ان المعادله دي اصلها كانت نص a t سكوير. لو تي دي كانت سكوير فهتضرب في تي اس سالب 2 تطلع ب ال، تبقى المعادله مظبوطه. تمام، فهو كان ناقص لك هنا ايه؟ تي في المعادله. التطبيق الثاني والاخير على الدايمنشنز، ان انا ممكن استنتج بيها شكل المعادله. يعني لو قلت لك زي ما بنشوف كده في المساله، بيقول لك ايه؟ تعال نفترض ان الاكسلريشن اللي هو الاي اوف ا بارتكل، بارتكل دي معناها جسيم، بيتحرك بسرعه ثابته اسمها في، في دايره نص قطرها. radius دي معناها نصف القطر، من الكلمات المشهوره جدا. diameter اللي هو القطر، انما نصف القطر بنسميه radius. فبيقول لك لو افترضنا ان الاكسلريشن ده بيتحرك، ان الجسم بيتحرك باكسلريشن وبسرعه v، وفي دايره نص قطرها r،
بتتناسب مع سام باور اوف ار اللي هي ار اس ان، وسام باور الباور اللي هو الاس اوف الفي في اس ام. اوجد الفاليوز اوف ان اند ام، arrive the simplest form of an equation for the acceleration، واكتب ابسط شكل المعادله بتاعه الاكسلريشن. الناس اللي عندها مشكله في الانجليش يا جماعه، انت الانجليش ده الكلمات ده تكنيكال انجليش، الكلمات الفنيه دي بتتكرر معاك. يعني acceleration دي انت شفتها قبل كده، سبيد عارفها، يونيفورم قلناها لما قلنا يونيفورم acceleration ولا نون يونيفورم، هتلاقي الكلمات بتتكرر معاك. لما دي تخش في الشابتر اللي بعده هتلاقي كلمه particle دي بتتكرر معاك تاني، كلمه proportional to بتتكرر معاك، دي معناها يتناسب مع، هتلاقي في كلمات بتتكرر. فهو الموضوع ان انت حاول تترجم في الاول كلمه كلمه، بعد كده هتلاقي ان الكلمات بتتكرر معاك والموضوع بيكون ابسط وابسط. نرجع لموضوعنا تاني، نحل بقى المساله دي ازاي. احنا هنترجم الانجليش ده لرياضه. تقصد ايه؟ الاكسلريشن بروبوشنال تو او ديبند على الار اس ان والفي اس اي اس ام، يبقى نكتبها بالشكل ده. بروبوشنال تو علامه التناسب ار اس ان في الفي اس ام، انا عايز اجيب الان والام، تمام كده. طب ما يتناسب مع، ممكن اقول يساوي كونستانت في الكلام ده، صح كده؟ طب ايه بقى الفكره؟ الفكره ان حضرتك هتجيب الدايمنشن بتاع الطرف الايسر والدايمنشن بتاع الطرف الايمن، لو وبعد كده هتروح تقول الاساس نفسه الاساس، تقدر تطلع الايه قيم الاسس اللي عندك. تعال افهمك انا اقصد ايه دلوقتي. لو جبنا الدايمنشن بتاع الطرف الايسر، هو عباره عن متر على الثانيه تربيع ال تي اس سالب 2. طب الكونستانت ولا انت شايفه؟ طب ار اس ان، مش الار ده راديوس بالمتر يعني، يبقى ال اس ان. طب السرعه متر على الثانيه او اللي هي ال تي اس سالب 1 اس ام، صح كده؟ طب دلوقتي انا عايز اظبط شكل المعادله، تعال نفتكر مع بعض كده حاجه سريعه. لو قلت لك اكس تربيع في اكس تكعيب، فبتجمع الايه الاسس. طب لو قلت لك اكس تربيع الكل تكعيب، بتضرب الاسس. طب لو قلت لك مثلا 2 اس اكس بتساوي 2 اس 3، الاساس نفسه الاساس، يبقى الاسس ايه متساويه. خد بقى الكلام ده وتعالى نرجع هنا تاني. عندي ال اس ان و ال تي اس سالب 1 اس ام، يبقى هتعمل ايه في الاسس؟ هتضربها جوه، هتبقى ال اس ام في تي اس سالب ام. جمع الاسس هنا تبقى ان زائد ام ودي تي اس سالب ام بالشكل ده. الاساس نفسه الاساس، يبقى الاسس ايه متساويه. يبقى لو اخدت معادله ال هلاقي ال بتساوي ال اس ان زائد ام. طب ما دي كانها ال اس 1، يبقى 1 بيساوي ان زائد ام. طب بالنسبه للتي هتلاقي ان عندك تي اس سالب 2 بيساوي تي اس سالب ام، ويبقى ساعتها السالب 2 بيساوي سالب ام والام ب 2. عوض بالكلام ده فوق، يبقى الان بكام؟ تطلع عندك بسالب 1. الفاليوز اللي حضرتك جبتها دي روح عوض بيها في المعادله عشان نعرف شكل المعادله بقى عامل ازاي. هو طبعا لو عايز الباور بس خلاص، احنا جبنا الاسس خلاص، انما هو كان طالب ان انت تكتب له شكل الايكويشن. فيبقى الاي بيساوي الكونستانت، سميه كي مثلا، فار اس سالب 1 في الـ V أس إيه الـ M عندك بـ 2. لزوم الشياكة بس، ده كده ممكن ينزل في المقام تحت، فتبقى V تربيع على الـ R، والـ K ده constant. للأسف الطريقة دي عيبها إن أنت ما بتقدرش تجيب قيمة الثابت، ما تقدرش تجيب الـ numerical constant ده قيمته كام. ده عيب الطريقة دي. أمال لو أنا عايز أجيبه أوصل له إزاي؟ بتروح تطبق التجربة دي عملي وتحسب الـ A والـ V والـ R، تقدر تجيب الـ constant ده قيمته بكام. هو مبدئيا يعني في القانون ده هو المفروض ان قيمته بواحد يعني، بس طبعا ده على حسب الايه الاكسبيرمنت بتاعتك يعني. تمام. طيب تعال نشوف المثال ده. فكر كده زي ما اتفقنا، بفكرك حاول توقف الفيديو وتحاول ان انت تحل المساله دي مع نفسك. والله الانسر طلع معاك زي الفل، ما طلعش معاك فبتراجع الاجابه معايا. المسألة دي بيقول لي الـ period of a simple pendulum defined as the necessary time for one complete oscillation. بيعرف لي يعني ايه period. طبعا احنا زي ما هنشوف الكلام ده في المحاضرة التانية، كل الكلام ده نتكلم عنه بالتفصيل يعني. is measured in time units and is given by كذا. يعني هو الراجل بيساعدك بيقول لك الـ period ده زمن، والزمن وبيتقاس بوحدات الايه الزمن، يعني زمن دوري وبيتقاس بوحدات الزمن. ودي المعادلة يعني. حيث الـ L ده الطول length of pendulum، طول البندول، والجي ده الاكسلريشن ديو تو ايه جرافيتي. طبعا انت الحاجات دي المفروض ان انت عارفها من قبل كده. اكسلريشن معناها تسارع او العجله، جرافيتي اللي هي الجاذبيه. ومديك الوحدات بتاعتها ان ال ده بالمتر والاكسلريشن ده بالمتر على التايم سكوير.
ال ده بالمتر والجي هي الايه متر على تربيع. show that this equation is dimensionally consistent. تقول لي ان المعادله دي مظبوطه من وجهه نظر الابعاد. طبعا دي كده الفكره الاولى، انت تجيب الطرف الايسر اللي هو اسمه تي، الطرف الايمن 2 باي جزء ال على جي، ال 2 باي ولا كانك شايفها، ال ال تبقى ال زي ما هي، متر على الثانيه تربيع اللي هي هتبقى ال تي اس سالب 2. اختصر ال ال مع ال ال، طلع ال تي تربيع فوق، تطلع بره الجذر بتي، يبقى الطرفين زي بعض، يبقى المعادله is dimensionally correct. لما نيجي نشوف المسألة الأخيرة، بيقول لي the speed of a wave on a string، سرعة الموجة على حبل أو على خيط بيعتمد على ال string tension، على الشد في الخيط ده، والماس واللينث بيعتمد على ثلاث حاجات، التنشن قوة الشد، الماس اللينث. اكتب أبسط شكل للمعادلة بتاعت ال speed باستخدام ال dimension analysis. هو هنا بيقول لي استخدم معادلة الأبعاد عشان تجيب الايه ابسط شكل الايه للمعادله الموجوده عندك. ف يعني الموضوع بمنتهى البساطه، ما دام انت بتستنتج معادله فبتشوف السبيد دي بتعتمد على ايه، التنشن والماس واللينث. طب ايه الاي والبي والسي اللي انت كاتبها ديت المره دي؟ دي يعني اكبر من المساله اللي هي كانت رقم أربعة، اكبر منها في ايه؟ ان انا دلوقتي انا هي بتعتمد عليها، هل انا عرفت التناسب ده طردي ولا عكسي؟ يعني هل المفروض الماس دي تكون في البسط ولا المقام؟ تناسب طردي ولا عكسي؟ يا ترى تحت الجذر ولا تربيع ولا تكعيب؟ فأنا بفرض الأسس دي، لو الأس ده طلع بواحد يبقى هي في البسط، سالب واحد يبقى في المقام، اتنين تربيع، نص يبقى تحت الجذر. يبقى أنا ما أعرفش هو التناسب طردي ولا عكسي، بفرض الأسس المجهولة دي، على حسب قيمها أقدر أعرف شكل المعادلة عاملة إزاي، وأبقى كده استنتجت المعادلة اللي هو بيسأل عليها. طيب السبيد السرعه تتناسب مع، اقدر اشيل واقول يساوي ثابت في الكلام ده، طبعا التنشن يا جماعه ده اللي هو فورس قوه عشان كتبتها اف يعني. طب معادله الابعاد هنا ال تي اس سالب واحد الثابت ولا كاني شايفه، الفورس لو انت حافظ الدايمنشن بتاعه بتكتبه على طول، ام ال تي اس سالب 2، الماس اللينث. هنعمل ايه دلوقتي؟ نزل لي الاس ده اضربه هنا وهنا وهنا، اضربه في الثلاثه دول، وبعد كده ابتدي جمع الاساس، والاساس ام وام، يبقى اقول a زائد b، ال اس a ال اس c تبقى a زائد c، سالب 2a ده ال t تبقى t اس سالب 2a. طيب عندي ثلاث معادلات m وL وT. واحده يقول لي سلامه النظر، هو في m مكتوبه هنا؟ ما هي الام دي هنا ده كانها m اس a، ام اس صفر، ما هو ام اس صفر اللي هي بواحد، ما هو مفيش ام هنا، كانها مضروبه في واحد، فدي اللي هي كانها ام اس صفر، يبقى الصفر بيساوي ايه زائد بي. طب ومعادله ال ال، ادي ال ال بيساوي ال اس اي سي زائد سي، فيبقى واحد بيساوي ايه زائد سي. ومعادله التي سالب واحد بيساوي سالب 2 اي، ومنها التي منها الاي هتبقى بنص، خد الاي عوض بيها هنا يبقى السي بنص، خد الاي عوض بيها هنا يبقى البي بسالب نص. ال 3 values او الثلاث قيم اللي انت جبتهم دول حطهم بقى في المعادله بتاعتك هنا عشان تكتب له الايكويشن، write the simplest form of an equation. فهتبقى ال v بتساوي ثابت في f اس نص، في ال m اس سالب نص، في ال l اس a c اللي هي بنص. تمام؟ فده تحت الجذر، برضو ده تحت الجذر بس في المقام، ده تحت الجذر، هتطلع المعادله بالشكل ده. انت كده استنتجت ابسط شكل الايه للمعادله. اللي انا هقوله ده نقطة زيادة، ان انت لو شفت المعادلة الاصلية، يعني فعلا المعادلة دي بتتدرس في الفيزياء، لو حضرتك شفت المعادلة الاصلية ده الشكل بتاعها، ال v بتساوي جذر ال a التاو على ميو، قال لا دي المعادلة الاصلية، هو انا كده حليت غلط؟ لا يا سيدي انت حليت صح، ما هو ال m على l ده اللي هو الميو اصلا، الميو ده عبارة عن m على l اللي هو اللينير ماس دينستي. ما يهمنيش انت تعرف معناها، بس اوريك بس ان هي دي المعادلة فعلا، واللي فوق ده اللي هو التنشن اللي هو التاو اللي هو اللي انا مسميه هنا f مثلا، والثابت هيطلع المفروض قيمته بواحد، ده في الحقيقه يعني لما تطبق التجربه دي عامل. فالمهم ان انت بالنسبه لك لو وصلت للجزء ده انت كده حليت المساله بتاعتك مظبوط 100%. شكرا لحسن استماعكم، اتمنى يا رب يكون الموضوع بسيط، نشوفكم ان شاء الله في المحاضره الثانيه عن الحركه التوافقيه البسيطه.